لا تفضل. البلاء الناس تخاف منه، وشيء يدفع البلاء ما هو؟ الصدقة. الله أكبر. قليلة أو كثيرة. الوقفة الثانية. هناك ناس كثير يريد أن يتصدق لكن ما معه شيء. ابتسم. الله أكبر. صدقة. الله أكبر. تسامدك صدقة. الثالثة. إحسان الظن بالله عز وجل بأن أمورك ستؤول إلى خير، هذا هو أصل الإحسان عندك. الله وكذلك الله. إحسان الظن. هناك أناس معنا الآن في الدنيا هم من أهل الجنة. وهو الذي ينام وليس في قلبه على أحد من المسلمين شيئا، الله سليم القلب. الوقفة الخامسة. أن تنام وأنت طاهر تصلي عليك الملائكة، صلاة الملائكة أن تقول لك اللهم اغفر لها اللهم ارحم. الله أكبر. الخامسة والأخيرة التي هي أن تصلي عليك الله عز وجل، من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 وصلاة الله عليك أن يثني عليك يمدحك في السماء الأعلى.